بالنسبه لهذه واحد الاسبوع كندوز القيد هنا، وكان على حسب الفراشه اللي فرشين تحت التريطوار، وفي نفس الوقت تهضر مع اصحاب المحلات اللي منهم انا بصفتي الاخر. قال لك اودي تدخلوا شويه من فوق التريطوار، نصعنا الاوامر ودخلنا شي شويه من فوق التريطوار. فاذا به هذه الامس البارح داز هنايا وشارجا السلعه كانها تاع حنا من صحاب الفراشه، مع ان الحق عندنا انه في المترو ديالنا قانون كيعطينا واحد المترو في التريطوار نحطوا واحد باب المحلات. البارح في هذا الوقت هكذا مور المغرب حتى شفت هذا السلعه ديالي شارجاو لي في الطوموبيل، هزوا لي تمشيو كراسه وشي حويجات. هادشي اللي مشيت للمقاطعه وقلت لهم السلعه، قال لك اسيدي ما راه في الخيريه، هما علموا لي هذاك النهار، قال لك دير فوق التريطوار، دير السلعه فوق التريطوار. هما جاو ما هضروا معنا والو، خلطوا كيهزوا السلعه، كاين حتى الناس هنا داو لهم. المهم السلعه داوها لي تما، هي الكراسه والسلعه مخلطه اللي ما كيهزوها وجمعوها، وانا داير غير القانون. قال لك دير فوق التريطوار، حتى فوق التريطوار، ما حتاش تحت التريطوار، حتى صورتهم داك النهار قلت لك بركه، قال لك بركه. هما جاو هزوا على غفله، ما هضروش معايا.